الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، حرم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رمين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ونيابة فيها مخلصين، يا ما شاء الله أزهر العلماء ثم قال: فتهتدي إلى ما خلقت لأجله، ثم تترقى لأوفور حبه وشكره، فيترتب على ذلك تفجير ينابيع الحكمة من قلبك، وتقعد في مقعد صدق عند ربك. ولنذكر لك شيئا من ذلك لتقيس عليه غيره، فنقول: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الشيخ هنا في بحث طويل هنقرأه سريعا منه كلام مهم، فتح لنا بابا يعني بعض الناس أيضا تعترض على عدمه أو انتفائه في كتب العقيدة. العقيدة أو كتب العقيدة على قسمين: كتب تأتي لدرس العقيد يعني ندرس معها العقيد، تستطيع أن تقول إن الله له صفات كذا وكذا، يجب له كذا وتنفي عنه كذا، تؤمن بالجنة وبالنار وبالملائكة إلى آخره، وكل دليل على هذه المسألة وتناقش، دي كتب درس العقيد، دليل ومناقشة واستدلال وهكذا. والقسم الثاني هو كتب غرس العقيد. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، حرم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها، الله الله يا رمين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ونيابة فيها مخلصين، يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. ثم قال: فتهتدي إلى ما خلقت لأجله، ثم تترقى لأوفور حبه وشكره، فيترتب على ذلك تفجير ينابيع الحكمة لهم إقامة الأدلة. أما الكلام عن الغرس فمجاله كتب أخرى أو علوم أخرى، واضح؟ ولكن هذا لا يعني أننا يعني غير مقصرين في هذا، لا، لابد علينا أن ننشئ الكتب التي تتكلم عن هذا الباب، لا نكتفي بالكلام عن الأدلة والمناقشات، بل لابد أن نتكلم على هذا المستوى زي ما الشيخ هنا قال إيه. فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين في صورة مختارين مع تمام البسط والأنس، وفي هذا المقام أسرار عجيبة يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالى، حتى إذا حصل الوقاع صانق الله في قرار مكين، فخلق تلك النطفة علقة، ثم خلق العلقة مضغة، ثم مدها وصورها في أحسن صورة، فجعل الرأس في أحسن خلقة، وخلق العين والأذن والأنف، وصور الوجه في أحسن صورة، وأودعها من الجمال والكمال ما لا يخفى، ثم أودع البصر في العين والسمع في الأذن والشم في الأنف، وخلق الفم وزينه بالشفتين، وخلق اللسان وخلق فيه الذوق، وجعله جندا من جنوده تعالى يترجم عما في الفؤاد من العلوم والمعارف، وجعل الرقبة حاملة لعرش الرأس في حسن بديع، وجعل فيها المنفذ الموصل للأكل والشرب إلى المعدة، أو الموصل الأكل والشرب إلى المعدة، وأودع البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرها مما لا يعلم حقيقته إلا هو تعالى، وخلق الأيدي وخلق فيها الأكف والأصابع وجعلها مفاصل وأبدعها، والأرجل كذلك، وخلق العظام وكساها لحما، ثم نفق فيك الروح
ويا سر عظيم عجيب من أسراره تعالى، فتحركت في بطن أمك وما زال بك رؤوفا رحيما حافظا لك في أضيق مكان يوصل لك غذاءك، وأنت لا تعلم شيئا حتى إذا أتم خلقك أنزلك من الرحم من أضيق محل، فلطف بك وبأمك حتى إذا برزت ألهمك بمجرد النزول إلى ثدي أمك وأجرى فيه اللبن وأنزل في قلبها الرأفة والرحمة حتى إنها ترى بولك وغائطك من أحسن ما يكون، والمنة له تعالى في ذلك. ولما آن أوان الأكل خلق لك الأسنان والأضراس ورتبها ترتيبا عجيبا مع ما فيها من كمال الزينة والجمال والكمال، ثم لما قرب بلوغك وكانت هذه الأسنان ضعيفة أسقطها وأبدلها بأقوى منها، ثم إذا أكلت فجر الله في فمك عينا جارية هي الريق لا ينقطع جريانها ما دمت تأكل لتبتل اللقمة بها ويسهل بلعها، لا تملها النفس ولا تجري على الدوام ولا تنقطع. فانظر يا هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار إليها وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة، فإذا نزل الطعام والشراب في المعدة صرفه إلى ما يشاء، فبعضه يتربى به اللحم وبعضه يتربى به العظم وبعضه يتربى به الشحم وبعضه يتربى به الدم مع كمال اللذة حال الأكل وبعده، ثم ما فضل عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من مخرجيك. وانظر لهذين المخرجين وبديع حكمتهما وإلى إقدارك على مسكهما عند تهيئ الفضلة للخروج. وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رؤوفا رحيما ودودا كريما في كل لحظة وأنت غافل عن نفسك. وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به قوام الروح حالة اليقظة والنوم والصحة والمرض، ومن أكبر عبرة العقل الذي به التمييز والتدبير وإدراك العلوم والمعارف وما يضر وما ينفع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيا ليت شعري هذا ينبغي أن يعصى فيما أمر ونهى. ثم إذا نظرت إلى السماء وكواكبها والسحاب وتسخيرها والرياح وتصريفها وللأرض وأنهارها والأشجار وأثمارها لأفضى بك إلى العجب العجاب، وعلمت أنه المحسن الوهاب. اللهم وفقنا لما فيه رضاك واقطعنا عن كل شيء سواك، آمين يا رب. واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك، وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك، وخذ بأيدينا إن زللنا، آمين. وسامحنا إن أخطأنا، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. درس عظيم جدا، لا بد للإنسان بين حين وآخر أن يجعل من عقيدته سلما إلى هذا الجميل الذي تكلم به، التفكر والتدبر في أنفسنا وفيما خلقه الله لنا من نعم. دي ثمرة العقيدة، هي دي الثمرة التي نرجوها من تعلم العقيدة وتعليمها الناس. إحنا في مجالسنا مع أهلنا وأبنائنا ولما إذا عدنا إلى بلادنا وهكذا وفي المساجد، كلامنا مع الناس يكون في هذا الباب، مع تعليق الناس بربهم وبالكلام عن صفاته وآلائه وما ينبغي في حقه تعالى. شو الشيخ رتبها ازاي هذا الترتيب العجيب حتى يصل بنا إلى كيفية التفكر في كل نعم، في أقلها وأكبرها، وصلة هذه النعم بعضها البعض واحتياجنا إلى كل هذا. كل ده هو فائدة العلم، مش العلم فقط أنها معلومات أنا أعرفها وأفتخر بها على الناس، لا أبدا. العلم غايته هذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالله سبحانه وتعالى أنزل لنا العلم حتى نخشاه، فكلما ازددنا علما ازددنا خشية وازددنا حياء منه سبحانه وتعالى، وإلا يبقى لا فائدة من العلم. واضح؟ يبقى هذا اسمه غرس العقيدة. والعلماء في القرون أو في السنوات المتأخرة بدأوا في الزيادة من هذه الحصة من الغرس، من أول الشيخ محمد عبده
والشيخ محمد الغزالي وغيرهم من العلماء بدأوا يعني يزيدوا الجرعة من هذه الفوائد التي تزداد بها عقيدة الناس ترسخاً وتعلقاً بالقلب. واضح؟ بس مش معنى كده ان احنا نغفل الباب الآخر اللي هو الأساس، لا، هذا مع هذا، وليكن أفضل ان احنا نجعل الكتب المكتوبة للعامة من هذا الباب، فيها أدلة ونكسر فيها من هذا الكلام. واضح؟ طيب، ثم قال: وذي، أي هذه الصفة، أي صفة الوجود، تسمى صفة نفسية نسبة إلى النفس أي الذات. والصفة النفسية هي التي لا تعقل الذات بدونها، وهي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. ويقال أيضا هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة، وذلك كالوجود والتحيز للجرم. واضح؟ وكون الجوهر جوهرا والشيء شيئا. فهذا تعريف للنفسية مطلقة. واضح؟ فالصفة النفسية، في صفة نفسية خاصة بالله عز وجل، في صفة نفسية لنا. واضح؟ فصفة التحيز للجرم دي صفة نفسية، يعني صفة غير زائدة على المعنى. الجرم غير، هو المتحيز، ما تنفعش تقول التحيز صفة زائدة على الجرم، لا، ده هو الجرم، هو المتحيز. واضح؟ فهذا تعريف للنفسية مطلقا قديمة كانت أو حادثة. وقوله في التعريف الثاني غير معللة بالنصب على أنه حال من الحال أو من الضمير في واجبة، واحترز به من الحال المعنوية ككون الذات عالمة أو قادرة أو مريدة، فإنها معللة بقيام العلم والقدرة. الصفة المعنوية معللة بالمعاني، لما كان سميعا، لما كان سبحانه وتعالى واجب له السمع كان متصفا بكونه سميع. واضح؟ بقيام العلمة والقدرة والإرادة بالذات، فليتأمل. وجعل الوجود صفة نفسية إنما يصح عند من يثبت الأحوال فيكون صفة زائدة على الذات. إيه الحال؟ عشان احنا قلنا العبارة دي 60 مرة. هناك من قالوا إن هناك واسطة بين الوجود والعدم وهي الحال. ما الحال؟ قالوا هو هذا الاعتبار الحاصل في الشيء. يعني لما نقول إيه دلوقتي، هذا الشيء موجود ولا معدوم؟ موجود أمامنا. طيب لما أخبيه الآن كده، موجود ولا معدوم؟ ها، هو أنتوا شايفينه؟ هو موجود أمامكم؟ لا، لكن هو موجود، لكن في نفس الوقت ممكن تقول معدوم من أمامنا، فاحترت. فهذا اسمه الحال، لا موجود ولا معدوم، لأن في طرفين للمسألة. طرف أنت إدراكك له أنت مش مدركه الآن، وطرف عقلك يقول لا هو موجود، فده الحال، تثبته ولا تنفيه. فهذا الاعتبار، المدخل الذي تدخل به على الشيء، من حيث الإدراك لا أدركه، طب من حيث الوجود الأصلي هو موجود، فيبقى إذا كان للشيء طرفين يبقى هنا الحال. فالوجود هل هو صفة قائمة بذاته؟ ما تقدرش تقول كده. طب هو هل هو معدوم؟ ما تقدرش برضو تقول كده. يبقى فيه طرفين للمسألة لا تستطيع أن ترجح منهم، يبقى هنا حال، واسطة بين الوجود والعدم، ده عند من أثبته. لكن الجمهور على أنه لا حال، إما موجود وإما معدوم. واضح؟ يعني ده مش شيء، مش قسم ثالث، لكن يمكن أن أعتبره. أنا أفهم هذا من خلال بذهني، أفهم أنني إذا نظرت من جهة الثبوت ف المستقل لا أستطيع أن أقول له ثبوتا مستقل، وإذا نظرت من جهة أن الشيء لا يكون إلا به لا أستطيع أن أقول أنه معدوم. يبقى في طرفين ذهنا، ممكن أقول، لكن من ناحية الاستقلال ما أقدرش أقول إن ده قسم من الأقسام الثلاثة، موجود حال معدوم. واضح؟
على كل حال هذا مستوى يعني يليق بمن بعدنا، هنا في المبتدئين لسه بنحمل. فعند المحققين ما فيش حال، يبقى ليست صفة مستقلة اللي هو الوجود، وإنما هو عين ذات الموجود كما مر. فإن قلت إذا كنت قد بنيت على هذه العقيدة على مذهب الأشعري القائل بنفي الأحوال، فالوجه حذف الوجود ولا حاجة إلى ارتكاب التسامح. ليه بقى مش أنت بتقول إن الأشعري بينفي الأحوال، ليه جبت الوجود؟ قلت لما كان معرفة الوجود يحتاج لها، معرفة الوجود يحتاج لها ليبنى عليها غيرها من الصفات، اعتبرت الوصف الظاهري في قولنا ذات الله الموجودة وارتكبت التسمح. في هنا مسألة منهجية لابد أن نتعلمها. إذا علمت الناس وأردت نفعهم لا تكن يعني شديد التمسك بمذهبك حتى يجعلك يعني تخالف الفائدة المرجوة من إيصال العلم للناس. الدين أوسع من مذهبه، من مذهبك. الدين أوسع من المذاهب، وغاية نفع الناس أعلى وأولى. فلما يكون مذهبك إن مفيش أحوال وبناء عليه ما ينفعش تقول الوجود، لكن لما تيجي توصل للناس هيكون في فجوة، في مشكلة، وأسهل أن تأتي وتقول لهم صفة الوجود ثم تتكلم بعد ذلك عن باقي الصفات. أنهي أولى في ميزان العلم؟ أن تتمسك بمذهبك وتذهب هذه الفائدة، أو أن تخالف مذهبك وهو شيء بسيط يعني مش حاجة يعني من الأصول، وتعلم الناس وتنفعهم؟ لا مانع. عملوه الأشاعرة أو المعتزلة، عملوه في الكلام مع الفلاسفة. الفلاسفة بيقولوا أحد الأمور التي يتكلمون ينفون بها أن العالم حادث، بيقولوا إيه من ضمن كلامهم؟ كيف تتسلط القدرة على العدم؟ على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفينا. الله الله يا رمحين على مصر مين يبعد سلامك كمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودنيا ما فيها مخلصين.